السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين دليلة دي زاد. في لا فيديو تاع اليوم رايحة ندير لكم المبرجة مرملة والدب في الفم. ونشكر المشتركات على الدعم تاعكم، واللي دخلوا لأول مرة للقناة مرحبا بكم، اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. إن شاء الله تعجبكم الفيديو ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم حبيباتي ومساء الخير عليكم. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير بصحه جيده. راكم في القناه كويزين دليله دي زاد. اليوم راني مع العشيه جبت لكم المبرجه، حبيت نديرها لولادي باش يشربوا بها قهوه الصباح. دوكا راني بعد العشاء راني حنديرها، يعني ما درتش كونتيتي كبيره. بسم الله نعطيكم المقادير. عندي هنايا مغرفه تاع قهوه تاع لاتاي الملح، عندي مغرفه تاع العشاء تاع العسيله تاع نونورس نورمال، عندي نص كاس تاع سميد رقيق من هذا النوع. حبيت نخليه لكم هكا باش تشوفوا ما تغلطوش، ما من المبتدئات كيديرهم يعني ما يخسرلهمش. عندي نص كاس تاع سميد رقيق، عندي ثلاثة كيسان تاع سميد متوسط من هذا النوع هاوليك، وعندي 5 غرام تاع لاليفير شيميك. ونكي لكم زبده ذوبتها مع الزيت. بسم الله نبداو هاليك. بسم الله على بركه الله. هكا نديروها بالمقادير صغيره سهله، وكنتوما كي تحبوا تضعفوا المقادير تقدروا ديروا لي بول ولا واش حبيتوا. هذه هي. ونزيد ندير هذيك لاليفير شيميك، هذه بقات لي يعني المره اللي فاتت كي خدمت بها. هاي لك 5 غرام تاع لاليفير شيميك. نخلطو قبل هاد النواشف هكذا باش ما تروحليش هذيك لاليفير في بلاصه. هايلي دوك نزيد هذيك العسيله هايليك، خليتها هكا بالمغرفه باش نكي لكم قدامكم. هايلي ها هايليك مغرفه تاع العشاء تاع العسيله باش تعطينا هذيك التحميرار. وهذيك لاليفير شيميك ميم تقعد لكم البراج 15 يوم ولا ما تجيكمش يابسه من بعد. سي بوغ سا درت لها لا ليفير شيميك اون طون تجيكم خفيفه، ما تجيكمش ثقيله البرجه تاعكم من داك كي تقعد لنا تجينا يابسه. بسم الله دوكا حندير نكيل لكم، نجيب خل الميزان باش نوزن ونضل نعطيكم في المقادير. سبحان الله جات سوا سوا. هاذي 130 غرام تاع مارغرين، يعني كاس ناقص أسبوع. ونكمل بالزيت. بسم الله وين لحق هذاك السميد هكذا. فوالا 175 يعني كلش. فوالا دوكا نخلط. وهنا يا حبيبه قلبي باش تفهموني وين لحقنا هذاك الزيت مع السمن، وين لحق السميد تاعنا، ما عمرناش يعني بزاف يعني. نورمالمون كون فهمتوني، سينو وكان كثروا بزاف يجيكم بزاف بس سينو ما تقدروش ترفدوا. وين لحق السميد تاعي انا لحق حتى لهنا كيما راكم تشوفوا هنا الزيت تاعي مع السمن، وكيما تاني الزيت مع السمن يلحق كيف كيف كيما السميد هكذا. ان شاء الله راكم تفهموني. بسم الله نفرغ هذاك الزبده اللي ذوبتو، يعني مارغرين. نتوما عندكم زبده تقدروا ديروا، اللي عنده يدير الله يبارك الزبده، اللي ما عندوش يدير مارغرين. انا بالسمن ما نحبهمش يجيو تقل شويه يدوخوا، يعني هذه غير رجعي لكم حبيبه قلبي. هكا نبسس مليح مليح، يعني ما درتش كونتيتي كبيره، شويه برك باش يجيني ساهل في الطياب. هنا دوكا هنايا حندير شويه تاع مزهر قيس ان دوا قيس اسبوع، ونكملو
بالماء ولحقت هذيك العجينه تاعنا، يعني السميد تاعنا والزبده تاعنا هايليك. وستو دي بون، سا دي بون سميد كيفاش يرفد السوائل. كاين اللي يتشرب يدي كيلا كاع، كاين اللي ما يتشربش ما حاش يديها كاع، هاكو تفهموني. بسم الله، بعد ما بسست كاع السميد تاعي هايليك، ما تجريوهاش برك، تكون يعني متوسطه. خلطوا ولا شتو، روحوا غير بالعقل برك. هكذا انا دوكا هكذا شوفوا جاتني طريه هايلك، شوفوا هكا دوكا جاتني طريه، بصح ما تشربليش هذاك السميد، نخليها شويه دقيقه ونولي لعندكم باش نشوف كي تشرب لي نزيد نكملوا السميد تاع الماء تاعي. شوفوا كيفاش تشربت، سينو ما يجيناش المبرجه تاعنا هايله، يعني هاد المبرجه خفيفه وهايله ومبسه والبنة ولا اروع. هاي شوفوا دوك نشوف اسكو نكمل ولا لا. لا هايليك ريحتها ولا اروع. فوالا راني كملت. وما تعجنوهاش سينو تجيكم معلكه هايليك. شوفوا دوك نخليها دكوتي، يعني طميتها برك هاكو شفتو بعينيكم، ما عجنتهاش غير درت لها هكذا ورفتها. فوالا دوك نجوزو الغرس هذاك تاعنا، وهنا نجوز التمر تاعي، يعني تتبع هكا قالب. فوالا وهنا دوك حنعجنو، يعني هذا ما عندوش هذوك الحبيبات، ما لقيتش فيه يعني مقي الله يبارك. دوك حندير المظهر، شحال نختار شتو معايا، بصح واش عليه نعاودها. كاين اللي يدخلوا دوك جدد بلا ما يروحوا يحوسوا اير لا فيديو تاعي الاخرى، ندير هكا المظهر ونعجن باش يولي لي طري على حسب لاباط تاعي. نبدا هكا نسلخ فيه حتى واش ما يجينينيش، هكذا نبدا نسلخ فيه، كل خطره نزيد له حتى وين نلقاه طري، وما ندير له حتى النكهات، نخلي غير هكا بالمظهر برك عادي. هاني درت له الزيت، هاولي كيفاه جاني طري كيما العجينه هذيك، باش يجينا كيف كيف، ماشي هذا يابس والعجينه طريه. هاي شوفوا ها ما شاء الله. دوك نقي البلون طرافاي تاعي ونولي لعندكم. دوك نقسم العجينه على زوج هايليك هكذا، ونبدا نحل. بسم الله نبدا نحل لاباط تاعي. نديروها مستطيلة ولا مربعة، مهم ما تكونش دائري باش هكاك تجينا ما نحيوش بزاف لي شوت، ما نحيوش بزاف هذوك الزوائد هنايا في لي كوتي. نزيد تاني هاي ليك نديرها لكم سهله، ونجيب تاني هنا ان ساشي درنا هادي لهنا كلشي قدامي هاليك، وندير تاني هادي كيف كيف، ما نحلوهاش بزاف باش ما تجيكمش واعره. درت ديجا البراج قدامكم، بصح درت كونتيتي شويه كبيره، هاد الخضره درتها صغيره فيها يشربوها ولادي قهوه الصباح، ومن طول المبتدئات يديرو هكا بشي قليل ماشي بزاف. نديرها الحجم تاع هادي هايليك، نبقى نشوفو هكا، نرفدو بهداك الساشي ونكيل هكا نشوف بلي مازال هايليك. فوالا نحطها في الوسط، ونزيد نجيب تاني دوزيام لاباط. بسم الله هكذا، راني درتها لكم ساهله نورمالمون. هكا تاني نحلها كيما هاد قد هاد الغرس وهداك لاباط كيف كيف. هكا تاني نزيد نقيس هايليك، ترفدوها بالساشي، ومن بعد انايا ندير هكا تجيكم سهله هايليك. كي ديروها صغيره تقدروا ترفدوها ما تغلبكمش وما يتشقق لكمش،
دوك ندنا الوسط هذا دوك راه يتبعني برك هكذا، ونبدا يجوا يدكم هكذا هايليك باش يخرج هذاك الغرس. نجيب الساشي تاعي باش نبدا نحل بالحلال. بسم الله على بركة الله، روحوا غير بالعقل هكذا باش ما يتخسر لكمش، روحوا غير هكا بالعقل هايليك، خطره منا خطره منا حتى يتحل يعني المبرجة تاعنا لاباط تاعنا. ديروها مستطيلة ولا فاري باش تجيكم سهلة في القطع. الكوبات تاعي باش نسوي هاد لي كوتي مهما يكون هايليك هكذا، تعاونكم مليح هادي هايليك، هادوك الشراش كاع لي مشقين هنا يعني الحواف جمعوهم كاع هكذا وتسيو وديرو هكذا باش كلي جبتهم بيديكم هايليك. دوكا جبت هاد الأداة، نتوما تحبو ديرو بهادي ولا بالموس هذا يرجع لكم. انا هاد لي كوتي نحيهم يعني سبقوا فيهم ياكلوهم، يعجبني هاد الزيكزاك. وهنا ثاني نقسم على ثلاثة هكا، تضغطوا مليح حتى لتحت ياك هكذا. نتوما تحبوا ديروهم مربعات، تحبوا ديروهم هكا يعني كل مقروطات هايليك هايليك حبيبات قلبي. دوك نجوز نرفدهم باش نطيبهم هايليك، وبعد ندير لهم هكا برك شويه برك هكذا هايليك. شوفوا لاباط رقيقه ماهيش خشينه، نتوما تحبوا تخشنوهم هذا يرجع ليكم حبيبات قلبي هكذا هايليك. ونقصوا الطاجين ما نشعلوش افون سينو يحمروا وما يطيبولناش لاباط تاعنا واش عليها رقيقه هايليك. وري لهم مليح لتحت شحال نقصت لهم، شحال نقصت له بريدو ماشي نقصت لهم، عندك تتلف لي الهضره هايليك. هنا نزيد هكا نسوي ونحط هايليك. ولا هذا كيفاش ديروا، تنحيوا هذاك هذيك لاباط تنحيوها على لي كوتي ساهله هايليك، وتعاودوا ديروها مبرجه صغيره ولا يعني راني نوري لكم، حبيتش نخليها وحدي هايليك. هذه ولي الغرس فوالا واش عليه فيه شويه سميد، هذا ثاني هادو لي شوت ولا تحبوا ديروهم ياكلوهم ولادكم هما الاولانيين يعني كي تحبوا ديروا هذه هاد المبرجه يجيكم الناس ولا تديوها ولا تخدموها كمشروع هكا تعاودوا هادو لي شيت يعني هذه هي. ومن بعد كيفاش ندير كيما درنا لاباط الاولانيه هادو كاع دوك نحيهم نعاود نحلها وندير هذاك الغرس في الوسط كيما درنا، هذه برك تخرج لكم بتيت كونتيتي. انا شوفوا كيفاش يطيبوا حميمرين الله الله، اللي ما طابوش نخليوهم. نزيد نشوف ثاني هذه نخليوهم حتى يتحمروا من التحت مازال شنو يتكسروا لكم، وكان تقلبوهم وتعاودوهم كما هذه مازالها شويه فوالا. هادو اللي جايين في الوسط يعني حميمرين هايليك حبيباتي. المبرجة تاعي مرمله وتذوب في الفم هايليك ولا اروع، حميمرات بهذاك العسل اللي درناه وهذيك لا ليفير شيمي كيجيكم خفيف ماشي ثقيل. شوفوا ما شاء الله ولا اروع، شوفوا العجينه ماشي بزاف خشينه يعني المبرجه تاعنا، نتوما يرجع لكم الا حبيتوها يعني شويه خشينه على هذا الشيء. انا درتها رقيقه شوفوا ما شاء الله، شوف هايلي شوف كيفاش تفتت هايلي. ان شاء الله تعجبكم الفيديو تاعي هكذا حبيبه قلبي، دعموني بالدعم تاعكم فضلا وليس امرا، واشتركوا في القناه
وبارطاجيو لي مع الحباب مع العائله باش تعم الفائده. هاي ليكو، خليو لي ام بتي كومونتير ولا عجبكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.